احنا عيله متكامله جامدين واسطوره. اكتب ايه بيجي من شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. ايه ده؟ شيتوس؟ ازيك يا شيتوس عامل ايه؟ بحط ايه في العربية؟ هكون بحط ايه يعني يا شيتوس؟ بحط لها شيتوس مثلا؟ بقولك يا بلال ما تجاوب على قد السؤال يا عم انت، انت بتعملني كده ليه؟ خلاص يا شيتوس حقك عليا، يا عم انا بحط لها بنزين عشان العربية تمشي، لأن العربية علقت مني وأنا كنت راجع مشوار. طيب أنا ممكن أركب معاك؟ كده كده يا شيتوس أنا أصلا خلصت، تعالى تعالى، يلا لف واركب. يلا بينا، أيوة بقى. انت اخبارك يا شيتوس وعامل ايه؟ بصراحه انت وحشني قوي. على كده بقى بلال انت كنت في مشوار ايه؟ احكيلي. مفيش يا شيتوس، ولكن كنت في مشوار كده، يعني كنت بدور على شغل بصراحه، وكنت محتاج شويه روبوكس عشان اجيب لبس جديد وحاجات زي كده. انت محتاج روبوكس يعني؟ بصراحه يعني انا محتاج شويه روبوكس كده. ما تعرفش اي شغل هنا او هنا؟ والله انا لو لقيت اكيد مش هبخل على صاحب بلال حبيبي. حبيب قلبي يا شيتوس والله انا عارف. ايه ده؟ وانت وقفنا فين؟ ده المفروض المكان الجديد بتاعي، باجي خيم هنا واقعد هنا شويه. بصراحه ده الشروق هنا بيبقى شكله تحفه. ايه ده؟ الشروق ايه ده اللي شكله تحفه يا بلال؟ انا عايز اقعد معاك. طيب وانا قلت لك حاجه؟ خلاص يا عم ابقى تعالى اقعد معايا عادي. تمام يا بلال اتفقنا. بصراحة أنا مش عارف أعمل إيه مع شيتوس، قاعد عندي بقاله يومين كل شوية نايم. بس أنا بصراحة كنت بفكر أصحيه أجيبها له إزاي بالشياكة، مش عارف إزاي بصراحة أقول له يعني اطلع من البيت عندي وروح بيتك، ولكن واضح اللي هو خد إن هو دايما ينام عندي، وأنا أصلا مش معايا فلوس لكل ده، كل شوية يجي يقول لي أنا جعان وأعمل حسابي في الأكل اللي أنت هتجيبه، طيب أعمل إيه؟ صباح الخير يا بلال. إيه ده؟ شيتوس؟ إزيك يا شيتوس؟ بس صباح الخير إيه؟ ده إحنا دلوقتي الساعة 10 بالليل. يا نهاري 10 بالليل ده كتير قوي. انا مش عارف. طيب مش كنت تصحيني الصبح؟ اصحيك الصبح والله انا قعدت اصحيك كتير، بس انت قاعد كل شويه تصحى وتنام. لحظه انا كده ما فطرتش. يو بقى خلاص ما دام انا ما فطرتش يبقى اعمل حسابي بقى في العشاء. شوف بقى انا عايز في العشاء، عايز لحمه وكيس شيتوس من اللي هو الكبير قوي ده، وعايز فراخ وعايز رز وعايز كبده وقوام وعايز A few moments later. وعايز ملوخية وعايز. يا نهار ابيض يا جدعان ده هو في ايه؟ مش قلت لكم هو كل شويه يعمل معاه الحركه دي؟ لا شوف يا شيتوس شوف، احنا انت هتاكل الاكل اللي موجود في الثلاجه. ايه الصحاب دي؟ اكل ايه ده اللي موجود في الثلاجه؟ انت ليه مش عايز تجيب لي الاكل اللي انا عايزه؟ مش انا صاحبك وحبيبك؟ يا شيتوس انت صاحبي وحبيبي وكل حاجه، بس انا كنت بكلمك في العربيه من يومين وبقول ان انا مش لاقي شغل وخلاص، فلوسي كده قربت تخلص. يا عم الفلوس بتروح وتيجي، مش هتجيب لي بقى الحاجات. وانت مصمم بتروح وتيجي ازاي يعني؟ يعني انا دلوقتي مش لاقي شغل اجيبها ازاي دلوقتي؟ يا صاحبي سيب الموضوع ده عليا ما تقلقش. انا راجل بحب الاكل جدا وماشي في المدينة دي، للأسف مش لاقي اي حد يعمل معايا التحدي اللي انا عايزه، لان التحدي اللي معايا ده صعب قوي. خلينا اكمل ماشي وانا باكل في البرجر. واضح كده ان في بيت جديد اتعمل هنا، انا لازم اشوفه فورا. تمام واضح كده ان هو ده البيت، انا ادخل عليهم على طول اشوف مين صاحب البيت ده. فيا شيتوس عشان كده بقول لك انا مش عايز اصرف الفلوس اللي معايا. بلال مين الراجل ده؟ ايه ده مين ده؟ انت مين يا عمو؟ ايه ده فعلا؟ حضرتك مين؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا وحش البرجر وجاي اخطفكوا هنا. ايه ده بلال؟ هيخطفنا بلال حالا. ايه ده؟ انت جاي تخطفنا في بيتي؟ انت مين انت؟ انا بهرج يا حبايبي، انا مش وحش برجر ولا حاجه، مش عشان باكل برجر ابقى وحش برجر يعني، لا لا لا، ولكن انا بحب البطاطس جدا. وانا بحب الشيتوس قوي. وانا معرفش ايه اللي بيحصل ده. شوفوا يا حبايبي، انا كل اسبوع كده بنزل في المدينه، بشوف الناس اللي عندها بيوت هنا جديده، وبدخل اتحداهم، ولو كسبوا التحدي بياخدوا روبوكس كتير جدا، وبدلهم كمان هدايا. ايه ده؟ بجد يا عمو؟ تحديات طيب زي ايه؟ يعني لعبه الاستغماية. ايزي جدا. استغماية؟ استغماية ايه؟ لا 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 لا، ايزي ايه يا شيتوس؟ مش هلعب انا لعبه استغماية دي تاني. مش تلعبها الاول وممكن تكسب. لا 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 لا، انا لعبت انا وشيتوس كتير واتغدر بينا. طيب بعد اذنك، ايه ازيك يا
جوه بوكس كده. شوفوا يا حبايبي الموضوع ده بيبدأ لو انتوا كسبتوا لعبة الاستغماية يبدأ من 500,000 روبوكس وانتوا طالعين، يعني ممكن مليون. انت بتقول ايه؟ مليون مرة واحدة؟ امال انت فاكر هقولك 10,000 مثلا؟ بقولك لعبة استغماية وتحدى انا بعمله كل فترة. اما والله انا كنت فعلا محتاج فلوس وكمان محتاج شغل، بس من بعد الروبوكس اللي هتجيلي دي انا حرفيا مش هحتاج حاجة تاني. ها يا حبايبي قلتوا ايه؟ انا قلت كما انت قبلها قلت ايه؟ مش عارف. ايه ده انت لسه بتفكر؟ واضح كده ان وجودي مش مرحب بيه. انا مش انا. ايه ده يا بلال عملت ايه؟ ضيعت مننا مليون روبوكس. استنى يا عمو. يا نهار ابيض انا مش عارف بصراحه اعمل ايه. هو فعلا الموضوع ده فيه مليون روبوكس؟ مش بصدق الحاجات دي بصراحه، بس انا هروح اشوف شيتوس بيعمل ايه. بقول لك يا عمو انا اسف بالنيابه عن صاحبي ده، هو انا ما اعرفش اصلا قد ايه 500,000 روبوكس ده، شايف العشرة روبوكس وبس. أنا مقدر يا حبيبي، ولكن يعني حاول تقنع صاحبك وأنا هجيلكوا بعد 24 ساعة. ماشي أنا مستنيك وعمتا أنا موافق. طيب سلام أشوفكم بكرة. ايه يا شيتوس هو انت قلت للراجل ده ايه؟ بقولك يا بلال شوف بقى عشان اللي هقوله هيحصل، انت لازم توافق على التحدي ده. لولاك هيدينا مليون روبوكس. انت عبيط؟ انا مش عبيط يا شيتوس، ولكن انت اللي ممكن تتسرع وتوقعنا في مشكلة. بلدك مشكلة؟ انت هتفضل خواف كده لحد انت يا بلال؟ ها شيتوس بقولك ايه، انا مش خواف ولكن انا بكون قلقان بس من الحاجات دي. طيب براحتك بقى خليك قلقان كده، انا همشي. انا مش عارف بصراحه اعمل ايه، الراجل ده غريب قوي وكان ماسك في ايده برجر، هل اوافق ولا لا؟ بس بصراحه مليون روبوكس كتير قوي. اهو اليوم التاني جه والمفروض ان الراجل لحد دلوقتي لسه ما جاش. ايه ده الباب بيخبط؟ ايوه مين اللي بيخبط؟ افتح يا بلال انا صاحبك شيتوس. ايه ده شيتوس؟ ازيك يا شيتوس عامل ايه؟ الحمد لله يا بلال. بقولك ايه، فكرت في الموضوع بتاع امبارح؟ عشان خلاص الراجل شويه وجاي. والله يا شيتوس انا فكرت كتير وواضح كده ان انا ممكن اجرب. لا شوف يا بلال مفيش حاجه اسمها ممكن تجرب، هو انت هتجرب. طيب يا شيتوس انا حاسس ان انا خايف. بقولك ايه احنا هنجرب، يعني ما فيهاش اي حاجه زي ما جربنا اللعبه اللي فاتت. طيب تعالى ادخل ورايا عشان نستناه جوه. قلتوا ايه يا حبايبي؟ قلنا ايه؟ اكيد طبعا موافقين. وانا كمان موافق. خلاص يبقى نتقابل في وسط المدينه. ايوه كده هو ده اللي انا عايزكوا تعملوه عشان هيكون التحدي ما بينك انت وهو. نعم انت بتقول ايه؟ التحدي ما بين انا وصاحبي؟ ما ينفعش، الاستغماية تلاتة. انا قلت اللي عندي، مش عايزين تلعبوا يبقى راحت عليكوا المليون روبوكس. على فكرة اللي حضرتك بتقوله ده مش صح. هو بصراحة المليون كتير قوي وال500 الف برضك كتير، ولكن ايه هي قوانين اللعبه؟ طيب قوانين اللعبه انا اول حاجه مش هدور عليكوا خالص. مش انا قلت لك يا شيتوز بلاش يا عم نروح مع الراجل ده؟ معلش بس يعني هو مين اللي هيدور علينا؟ انتوا فهمتوني غلط. معلش شباب عايز روبوكس بسرعه، انا هدور عليكوا من خلال كاميرات المراقبه اللي موجوده في المدينه، لان انا مش هقعد ادور عليكوا في المدينه كلها. كاميرات المراقبه هي اللي هتكشفكوا ان انتوا تتهربوا من الكاميرات عشان ما اجيبكمش منها. اسهل بكتير. ايه بس يا شيتوز انا خايف شويه. لا لا يا حبايبي هو حد فيكم يخاف؟ اول واحد هيتمسك في لعبه الاستغمايه هيكون ليه عقاب، وصاحبه اللي هيكسب هيكون ليه احلى جايزه. طيب خلينا نبدا. تمام احنا هنلعب في الاجواء دي. ايه ده لا 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 الاجواء دي ما ينفعش. الحق يا بلال المدينه كلها عملت كده ليه؟ هو في طب واحنا نستخبى ازاي يا عمو؟ ما هو ده التحدي بقى، هي النص مليون روبوكس ولا المليون روبوكس دي بيجوا بالسهل ولا ايه؟ يلا بينا ابداوا. شيتوس بقول لك ايه، احنا نستخبى مع بعض؟ لا يا صاحبي مع بعض ايه؟ اسف انا هرب انا بقى. يا شيتوس يا نهار ابيض يا لهوي، حتى صاحبي سابني عشان ياخد شوية روبوكس. بقول لك ايه، هو العقاب ايه ممكن تقوله لي؟ العقاب ليه علاقة بالاكل، ولكن ما تقلقش. ايه ده؟ ليه علاقة بالاكل؟ اكيد عقاب سهل. ماشي انا رايح استخبى. تمام احسن حاجة ان الدنيا ضلمة. ايه ده؟ بس الاماكن هنا منورة ليه؟ مش عارف اعمل ايه بصراحة ولا استخبى فين، ولكن في مكان كده في دماغي. يلا بينا. انا غالبا كده هستخبى هنا، بس المشكلة ان المستشفى منورة. ها عرفت هعمل ايه، هقفل انوار المستشفى كلها. تمام انا دلوقتي دخلت المستشفى، هقفل انوار ازاي؟
ركز يا شيتوس، المليون روبوكس يا شيتوس. ايوه ايوه صار النت هنا. ايوه كده الاجواء جامده قوي حرفيا، انا وقعت في اي حته اصلا مش هشوف لي. هعمل ايه هعمل ايه مش عارف صراحه. انا ادخل للمكان ده، انا لو كده استخبى في الاكس راي. يلا بينا. هو انا بصراحه عملت خدعه كتير قوي، ولكن في المكان الضلمه ده انا عمري ما جربت خدعه في مكان ضلمه بصراحه. مش عارف استخبى فين، استخبى هنا بس هنا بردك في نور. ايه ده ايه ده الصفره دي هتفضحني. طب اعمل ايه اعمل ايه؟ هتروح فين مثلا يا بلال؟ تروح فين تروح فين؟ ايه ده المدرسه، انا ممكن ادخل جوه المدرسه واقفل النور. ايوه انا ممكن استخبى هنا بس اقفل الانوار دي. ايه ده يا نهار ابيض، دي الانوار بتفتح مش بتقفل. ايه ده طب اعمل ايه؟ طيب انا مش عارف استخبى فين بجد. ممكن استخبى في فصل من الفصول. تمام انا ممكن ادوس هنا ومفروض النور يقفل. ايه ده حلو قوي، ممكن استخبى هنا مثلا، بس المشكله النهارده بالليل قوي، يعتبر خلاص الساعه 3 بالليل. انا مش عارف ايه ده، اذا المكان ده حرفيا ما حدش شايف فيه اي حاجه. انا اقوم قاعد هنا ومحدش هيشوفني خالص. كان لازم امسك الكشاف، انا اقسم بالله خايف قوي من جو الزومبيين اللي بره دول. معرفش العيال ازاي وافقت اصلا على التحدي ده كله عشان خاطر الروبوكس. ما يعرفوش ايه العقاب للاسف. المفروض الجهاز اللي هقعد عليه دلوقتي ده بيكون باين في كل كاميرات المراقبه، انا رايح اقعد عليه. تمام المفروض اللي هما معرفش كده باين عليهم مش مستخبين ولا في البنك ولا في اي حته، ولكن انا هجيبهم يعني هجيبهم. ايه ده تمام، في حاجه غريبه في المستشفى، واضح كده ان في حد قفل الانوار في المستشفى، لان انا قفلت الانوار في المدينه كلها، ولكن انوار المحلات والمستشفيات والحاجات اللي في المدينه دي انا ما قفلتش اي انوار بتاعتها، واضح ان انا لازم اروح هناك. تمام واضح كده ان في حد هنا، يا ترى مين اللي قفل النور؟ انا افتح النور دلوقتي. كويس قوي. ايه ده هو النور ده ليه؟ يا ترى الشخص اللي استخبى هنا هو فين؟ تمام واضح كده ان هو مش موجود هنا خالص، بس هدخل الاوضه دي كده واضح كده ان هو مش مستخبى هنا. اكيد مش هيكون الطفل ده مثلا. انا هدخل اوضه الاكس راي حالا. ايه ده اهلا بك يا حبيبي. مين مبروك عليك الخمسة مليون روبوكس. 5 مليون ايه يا عمو؟ مش كانوا مليون؟ بهزر يا حبيبي، يلا عشان هتروح دلوقتي لمستر لحمة حبيبك. انا ما عنديش حبيب اسمه مستر لحمة. هو ايه ده؟ هو انا فين؟ انا مش عارف بصراحة انا فين. ايه ده؟ هو انا في بيت غريب قوي كده ليه؟ وايه الكرة الأرضية اللي بتلف هناك دي؟ انا مش فاهم حاجة. ايه ده؟ لحمة بتتقطع؟ ومعرفش ليه عمو قال لي ان المفروض مستر لحمة هنا مستنيك. ما انا واقف قدام اللحمة اهو. انا مش فاهم أي حاجة. هو فين بلال؟ يا بلال انت استخبيت فين؟ اللحمة اللي موجودة على الحيطة دي. ها انا خايف. ايه ده؟ يا ماما وانا عايز اهرب من هنا. يا نهار ابيض. ايه ده؟ ايه ده؟ عمو خلاص عمو يا عمو خلاص. ايه ده هو في ايه؟ انا لازم الاقي هنا مفاتيح معينه عشان اهرب منها. اخرج من الباب ده طيب يا يرضى. ايه ده لنفس الباب وايه التلاجه دي؟ انا مش فاهم اي حاجه، مفيش حد شايفه. ايه ده في ناس بتتعاقب زيي ولا ايه؟ انا مش فاهم اي حاجه. مستر لحمه انت هنا؟ طيب انت فين يا مستر لحمه؟ انا معرفش هو في ايه ده، مين الراجل ده؟ هو فين طيب؟ هو كان اخر مره. انا اسف خلاص. يا نهار ابيض. طب انا عايز اسال. ايه ده يا اما خلاص والله انا عايز اشوفك بس اسالك على حاجه، يعني انا كنت عايز اخد لحمه، انا كنت عايز اكل اللحمه، والله ما انا اللي سرقت اللحمه، والله اشوف العيال التانيين. يا ماما يا بلال يا بلال الحقني، لسه لحمه بيجوا ورايا. والله انا ما سرقت اللحمه، والله في عيال تانيه. والنبي يا عمو والنبي يا عمو. يلا ادي اول واحد خسر. ايوه بقى انا كسبت. انت حصل فيك ايه يا شيتوز؟ انا ما سمعتش عنك حاجه. شيتوز انا حصل فيا. ممنوع تقول اي عقاب حصل فيك والا مش هتاخد ولا اي روبوكس. خلاص يا بلال مش هينفع اقول لك. هو باين عليك كان صعب ولا ايه؟ قول لي. ما ينفعش اقول لك يا بلال انا اسف. المفروض دلوقتي دي الجوله الثانيه. طب ثانيه انا كسبت الجوله الاولى، انا عايز اي حاجه. تمام انا هطلع لك دلوقتي 10 روبوكس يعتبر كهديه بس. ايه ده بجد يا عمو؟ ماشي شكرا جدا ليك. ايه ده يا سلام، ده فعلا عمو مش بيضحك عليا. الحق يا شيتوز يا سلام. والشنطه دي كمان انتوا هتكسبوها.
ولكن يا ترى مين اللي هيكسبها؟ اكيد انا، اكيد انا. يلا نبدأ التحدي، ولكن المرة دي هتكون كل حاجة واضحة وانا اللي هدور عليكم. مش هتفرق يعني، انا كده كده هكسب تاني. المفروض اللي هو دلوقتي فتح لنا كل الانوار، استخبى فين؟ ايوه انا لازم استخدم اي حاجه من الجليتشات اللي انا عارفها. انا عارف جليتشات كتير قوي هنا في المدرسه، بس لازم اكون طالب في المدرسه تمام، وبعديها اقوم اقفل عليا الباب، بس المفروض كده ما يشوفنيش. يا عيني الولد ده ما يعرفش اللي هو اللي هيخسر وهو اللي هيتعاقب المره الجايه. انا اروح له بقى على طول. انا ما اظن انه اكيد مش هيعرف المكان اللي انا فيه. يا ترى هو فين؟ انا مش شايفه. تعالى اثبت ايدك تحت. يعني ايه اثبت ايدي تحت؟ انا مش فاهم حاجه، وانت شفتني ازاي؟ انا مراقبك وقلت لك ان الاماكن بتاعتك سهله. الاماكن بتاعتي سهله ايه يا عم؟ انت غشاش والله يا عم. غلط اللي انت بتعمله ده، انت مش عايز تكسبني. انا مش غشاش ولا حاجه، ولكن اطلع فورا يا عم. انا ما خدتش غير 10 روبوكس بس، حرام كده. انت هتروح العقاب اللي صاحبك راحه. ايه ده؟ هو شيتو الصاحب جه هنا؟ هو ايه المكان ده؟ انا مش فاهم اي حاجه. في ناس هنا معاه. ايه ده؟ ايه اللحمه اللي متعلقه فوق الباب دي؟ انا مش فاهم حاجه بصراحه. هو احنا فين طيب يا شباب؟ وايه اللحمه دي طيب؟ ايه ده، لحمه عليها سكينه؟ انا ابتديت ما فهمش اي حاجه. ثانيه، وايه المكان ده؟ وانتوا هنا طيب بتعملوا ايه يا جماعه؟ ايه ده اللحمه دي؟ هو ده حكايه ان هم بيحاولوا يهربوا من حاجه. انا ما اعرفش انتوا بتهربوا من ايه. طيب ما تقولوا لي، طيب هو ايه اللي بيحصل هنا؟ ومين اللي بيجوا وراكوا؟ انا مش فاهم خالص، بس خلينا ندخل الاوض دي. ايه الاوض الغريبه دي؟ الاوض دي قديمه قوي. ايه ده؟ وايه الدم اللي موجود هنا؟ والشخص ده بيعمل ايه؟ انت بتهرب ولا ايه؟ يا نهار ابيض، طب انت بتهرب ليه؟ هو في حاجه؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض، هو مين ده يا عمو؟ هو في حاجه؟ طيب مضايقاك؟ الحقوني يا جماعه، الحقوني. انتوا بتهربوا من ده؟ انا ما عملتش حاجه والله، ما اكلت اللحمه، مش انا. وبكده تكون انتوا الاثنين خسرتوا، وما حدش فيكم خد روبوكس الا 10 روبوكس بس. سلام. عمو يا عمو تعالى، وانا هجي وراك. عيب اللي انت بتعمله ده. يا نهار ابيض، ده عمو مشي. انا ما اعرفش ايه اللي حصل ده، عشان كده شيتوس كان متضايق. يا شيتوس انت ليه واقف مكانك ومش عايز تعمل اي حاجه؟ مالك بلال؟ انا زعلان قوي وبصراحه متضايق جدا، عشان انا اللي قعدت اقول لك يلا بينا وتعالى عشان نلعب اللعبه دي، وفي الاخر خسرنا وما خدناش اي حاجه. ده وداني عند مستر لحمه، والراجل قعد يقول لي انت اللي سرقت اللحمه، وانا قلت له مش انا. ما تزعلش. ايه ده؟ اهو ده بيمشي بروبوكس. تعالى يا عمو. سلام يا حبايبي. ضحكت عليكو والله. بقى سبب اللي حصل ده انا مش هثق في اي حد تاني. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله.